مساء الخير وأهلا وسهلا بالسادة الحضور. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم على الجميع. وما في أحلى من رمضان لما بنكون دائما متسامحين مع بعض كأمة عربية وكإخوان. فسامحوني أنا اليوم بيناتكم بين أهلي وإخواني شعب التونسي الذواق. الله يطول في عمركم ونشوف دائما الأمة العربية بخير وسلام. وتحياتنا لهذا الرجل الموقر سيادة رئيس هذا البلد زي العابدين بن علي الموقر. بنقول له كل عام وهو بخير إن شاء الله. أنا حاسس فيكم شوي مشوبين، هلا رح ننسى الشوب إن شاء الله ونفرح كلياتنا. أهلا وسهلا فيكم. Thank you.
حبك كواني شوف يا مالك قلبي بالمعروف حبك كواني شوف يا مالك قلبي بالمعروف ستر العزول دايما مكشوف يا من اسمع بكره وبعد انا 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 حبك كواني انا حبك جوالي على شوق يا مالك قلبي المعروف ستر العزول دايما مكشوف يا من اسمع بكره وبعد نشوف اه يا من اسمع يا ما يا من اسمع انا املي املي الصبر انا املي املي يا ملك قلبي